الحديث في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وأما نزوله عز وجل كما جاء في الصحيحين، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإن هذا يدل على العلو، لأن النزول يدل على العلو، لكن لا يعني أن الله عز وجل في نزوله قد أحاطت به السماوات والأرض، أو أنه بين السماء والأرض، أو أن السماوات قد علته، هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال، لكن النزول هو نزول يليق بجلاله وعظمته. وكما قلت لكم لا يقاس الله عز وجل بخلقه، بل إن جعل مقارنة بين الناقص والكامل يعد نقصا في هذا الكامل، فكيف إذا جعل مساويا له؟ يقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو قال قائل: سيفي هذا أقوى من العصا، فإن في هذا تحقيرا وإحطاطا لقدر هذا السيف. ولذا قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال تعالى في أنه لا يشابه أحد في صفاته: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني الصفة، ولله المثل الأعلى.